خلينا نعطيك فكرة للمواطنين. أكبر مصيبة صارت في الملفات متاع استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج هو عدم المواصلة وعدم البناء على بعض الإنجازات. علاش ما عملتهمش أنت وقت؟ أنا باش نعطيك فكرة بس خلينا نعطيك فكرة واضحة. مثلا احنا عندنا نعرف الكل اللي فما معضلة قضائية في الموضوع هذا. احنا القانون التونسي يعطي الحق لكل متهم انه يعترض في ظل 20 عام على الحكم الغيابي صدر ضده. صدر حكم ضد بن علي لو يبقى حي عنده الحق يبقى 20 عام الحكم هذا يعترض عليه باش يولي بيت بالحسن الطرابلسي او مثلا او صخر الماتري او غيره او فلان او علان. الحكم الغيابي يبقى 20 عام قابل الاعتراض عليه. اذا احنا مش قادرين نمشوا لاوروبا ومش قادرين نمشوا لسويسرا الا ما تنقضي 20 سنه على الحكم الغيابي باش نقدموه ونعملوا له الاكزيكواتور اي قابليه التنفيذ في اوروبا. البنوك والمؤسسات الماليه والدول الخارجيه لا تقبل الا تنفيذ احكام قابله للتنفيذ ونهائيه وبت. انا بار اكزومبل حل لقيت حل دبلوماسي تقابلت مع كاتب الدولة الخارجية ونحكي على مساهمتي أنا في الشخصية. تقابلت مع كاتب الدولة السويسرية واتفقت معه في واشنطن عام 2017 في مؤتمر استرجاع أموال نيجيريا اللي عمله البنك الدولي. تقابلت معه وتحدثنا على المشكلة القانونية. اتفقنا على أن يتم أخذ الحكم قبل 20 سنة وإشهاره في الإعلام السويسري في الجرائد والمنشورات السويسرية. إذا كان الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام لا يعترضون في أجل شهر يصبح الحكم بيت ونكسيه بالصبغة التنفيذية وننفذه في سويسرا. وهذا مكتوب راهو بين الدولة التونسية ممثلة في مبروك ورشيد وقتها والدولة السويسرية ممثلة في كاتب الدولة. وكان بحضور حتى منظمات تونسية شاركت معنا في المؤتمر هذاك. وجينا هنا والاتفاق هذا بدأنا في تنفيذه مع وقتها سفيرة سويسرية في تونس. يجي الوزير يخرج لا تتواصل بعد ذلك راح كل شيء في المهم. هذا ايش نقول لك؟ انا نقول لك اللي ما مش بقين نعمله في الملفات واكبر معضله هو التغير المسؤولين وعدم المواصله وعدم البناء على اللي عمل لك قبلك. سيد رئيس الجمهوريه الحالي قال سنعمل على استرجاع هذه الاموال، هل صراحه وحضرتك سيد العارفين كنت وزير املاك الدوله المكلف العام بنزاعات الدوله تابعك انت تبعت هذه الملفات ورجل تخدم على الملفات مبروك كرشيد نعرف هذا جيدا، هل بامكاننا الان واليوم استرجاع هذه الاموال؟ لا 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 بكل صراحه وخلينا نقولوا بكل وضوح بامكاننا ان نكون ملفات نمنع رفع التجميد هذه مسألة. أما الاسترجاع لا، خلينا نقول بكل صراحة والاسترجاع ليس نوايا طيبة لا من الجانب الدبلوماسي ولا من الجانب القانوني التونسي. البنك السويسري ولا البنك البلجيكي ولا البنك الألماني ولا البنك البريطاني اللي فيها أموال ما هوش مستعد يرجع أموال حريفه إلا إذا كان عنده حكم قضائي قابل التنفيذ في الدولة هذيك. يلزم نفهمها التوانسة راي مش بنوا. الحال الاستثناء الوحيد وصاير فيه مشاكل دوا هو الاسترجاع الاموال اللي صار ليلى بن علي في متاع اموال ليلى بن علي اللي جابهم وقت هذاك لبنان لا جابهم القطري من لبنان اي هم كانوا مودعين فيهم. والان القضاء اللبناني يقاضي البنك وليلى بن علي ترفع قضايا متواصله في هذا الموضوع وبامكانها باش تربح القضيه وتسترجع الفلوس نتاعها من البنك. كنت موجود انا وقت كنت موجود فما قضيه ربحناها احنا كلفنا لها محامي من بيروت وخلينا نقولها احنا مش قاعدين نخلصوا في المحامي توانسه قلبه في الجانب هذا عجب ولا بالرسم كلفوا محامي اجنبي ما خلصوش محامي ما خلصوش ايه. كيفاش تحب تربح قضايا وقت اللي ما تخلصش؟ خلينا نقول لك وجاء وزير سابق فهمتني يعمل في زونكيت على المحامين وهو محامي خذا برشا المحامي كياخذ 5000 دولار برشا هو. طيب ليه اسمع شو احنا كل شيء نعمله فيه بالشعبويه.